يعني وقف بين هناك وجهة دار ما دارها هناك الوادي بستي قلقي نزلة هيك مثل خلوها يعني مثل ما شايفين هاي منطقة أشجار وهي منحدر صعب أن الواحد ينزل فيها طبعا بهيك سيارة ممكن نشوف كمان يعني عجائب الطبيعة. يعني هاي الشجرة مثلا فيها فتحة وكبيرة كمان كبيرة كتير ومن جوا كأنه مخرومة ما ممكن نصرف كأنه وقف دار يعني مثلا لو أو نباي ناكي بكريا ودهندرو دجول وقلها بس يعني جراي نخش حكي كبيني غاية الكاميري بس قلت خوش بويك بيني وقلك تشتيولو الوديا Thank you.
يعني مو المفروض دائما حياتها تكون مشاوي واكل وكذا. خلينا نجيب اولادنا نعلمهم على المشي هون في هاي المناطق ولا في احلى من هيك. شوفوا هون المي الشلال هنا، شوفوا منين جاي الشلال. رجعوا سكيتر Thank you.